كنا في اليمن مشغولين بترند آخر، وهو ترند الرحالة واليوتيوبر العربي الشهير جو حطام. ليش اليوم احنا نتكلم على جو حطام؟ جو حطام طبعا هو زار اليمن، وبالمناسبة أي أحد من هؤلاء الذين يعملون كرحالة أو يوتيوبر أو مشهورين أو غيرهم، هم لما يجوا أي بلد بالتأكيد ينقلون عادات وتقاليد وطقس وسياحة وإلى آخره في هذا البلد. فشيء جميل من حيث المبدأ، هو شيء جميل وإيجابي أنه يزورنا مثل هؤلاء الناس. في دول تنفق فلوس لهؤلاء الناس عشان يزوروها ويعرفوا الناس بسياحتها، بأماكنها، بتراثها، بثقافتها، بغير هذه الأشياء. هذا من حيث المبدأ. خلونا نتفق أنه أي زائر لليمن هو لصالح اليمن، بعيدا عن فكرة فلان وليش أرسلوا والجاسوسية ما حد جسس عليك، لو يدوروا عليك يتجسسوا عليك بقمر صناعي من آخر الدنيا وإلا بأي حاجة، يعني ما انسوا هذه الفكرة. ما عاد يشتغلوش الناس بالجواسيس المباشرين، وزي زمان كانوا المجانين بالشوارع هم يمسك لك الصحيفة كذا مقلوبة على أساس أنه يقرأ، مع الكلام هذا قديم 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 جدا، ما عاد حد يشتغل بهذه الطريقة. هذا من حيث المبدأ، أنه كان في ناس يتكلموا على أنه طيب وإيش بيجي يسوي، هو تابع أي دولة، هو من فين، هو ما لكم من هذا الكلام. هذا واحد. اثنين، في حاجة محزنة. تخيلوا أنه في كل العالم، كل العالم، الدول، الحكومات، أقصد هنا السلطة، الحكومة على وجه التحديد، السلطة هي دائما من تحمي الناس وتحمي الضيوف أيضا وتقوم بواجبها في كل العالم. هذا هو أنه السلطة هي من تؤمن الناس. الترند اللي كان حاصل أنه كل المفسبكين استشعروا، وهذا شيء إيجابي أنهم مستشعرين المسؤولية، هذا جميل. أغلب المفسبكين كانوا يرحبوا بهذا الضيف ويقولوا للناس، للحكومة تسهلوا له، يعني هم أخذوا عمل الحكومة، سهلوا له وانتبهوا تعتقلوه وانتبهوا تحتجزوه وانتبهوا تصعبوا عليه المهمة. تخيلوا من يعمل بدل من. وفي حاجة ثانية كمان مؤسفة، أنه جو حطاب هذا بيجي اليمن، وين بيروح الآن؟ في حضرموت، الحمد لله حضرموت، طبعا تحية لحضرموت ولي كل هذه الدول، المحافظات التي لا تزال محافظة على الأمن، على السكينة، لا تزال ترى بأن السلاح، التجول بالسلاح عيب، عيب. أنت مش عسكري، أنت مش أمن، أنت مش مطلوب منك أنك تحمل السلاح، تحمله ليش؟ إيش النقص اللي تشتي تكمله بموضوع السلاح، سواء آلي ولا مسدس؟ مش من الزينة. متى كان السلاح أصلا زينة؟ ما علينا، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أنه هو الآن في حضرموت. تخيلوا لو فكر يتنقل في كل اليمن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، سيضطر إلى استخراج مش تصريحين ولا ثلاثة ولا أربعة، في كل محافظة تصريح، وفي كل محافظة أحيانا من جهة لجهة عندك تعز، على سبيل المثال هنا تصريح وهنا تصريح، مارب هنا تصريح وهنا تصريح، يعني شيء مأساوي وشيء مؤسف. وهذه رسالة هي للناس، إنه إلى متى فضيحة قدام الناس، والجماعة يعني أقل شيء نستشعر شوية شوية شوية، تكون في عندنا مسؤولية ونحس، يعني ممكن هذا تذكير إلى أي مدى معاناة الناس منذ 9 أو 10 سنوات، ولا حد لافت لها ولا حد منتبه لها. تجي لك حاجة زي كذا تذكرك بهذه المعاناة كل هذه. فيما يتعلق برحلة جو حطاب أو الزائر الذي جاء لليمن، الذي أتمنى أن ينقل صورة عن اليمن، وإن كان للأسف جاء في مرحلة في حضرموت، هذه المناطق الآن حر وغيره، لكن إذا قرب إلى المناطق اللي فيها أمطار وأجواء حلوة، إن شاء الله تكون الصورة أجمل عن اليمن. إحنا كل همنا إنه الناس تعرف عن اليمن الصورة الجميلة، الصورة التي يجب أن تنقل إلى الناس، ويكون لما الأمور تستقر رجع الناس يزورونا، يجونا سياح زي ما كانوا يجونا سياح، يجونا ضيوف من كل بلاد العالم، وكانوا الناس يصوروا فرحانين وإنهم زاروا اليمن، وكان عندهم فكرة إنك زرت اليمن شيء كبير.